صنع في العرب، أخبار على مدار الساعة، فمرحبا بكم. لماذا تركت الجزائر أزمتها وركزت على ملف الصحراء؟ أثار التنازل الكثيف للوفد الجزائري المشارك في محادثات المائدة المستديرة حول الصحراء بجنيف، والذي قاده رمضان العمامرة نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية، العديد من التساؤلات، خصوصا أن الجزائر تعيش واحدة من أكثر اللحظات السياسية الحاسمة والتاريخية في عصرها الحديث. وتركت الجزائر أزمتها المتمثلة في احتجاجات شعبية غير مسبوقة في تاريخها لتركز على ملف الصحراء المغربية، وتوفد بأمر من المؤسسة العسكرية العمامرة لحضور المائدة المستديرة، وهو المرشح المحتمل لقيادة البلاد بدلا من عبد العزيز بوتفليقة ووزير الخارجية السابق ونائب رئيس الحكومة المعين. تحركات العمامرة التي سبقت اللقاء الأممي نحو عواصم دولية مهمة مثل موسكو وبرلين تؤكد التسريبات التي خرجت، والتي كشفت أن قضية الصحراء كانت ضمن جدول أعمال اتصالاتي. إن مشاركة العمامرة الذي يعرفه بعدائه للمغرب والذي ساهم في إفشال مفاوضات مانهاس سنة 2007 التي قامت على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي يبين بشكل واضح اهتمام الجزائر بملف الصحراء المغربية أكثر من الحراك الشعبي المحلي الذي يطالب بنهاية عصر حكم بوتفليقة وعصابته وبداية مرحلة سياسية جديدة خالية من العسكر. ومن الواضح أن العمامرة الذي عين نائب رئيس الحكومة للحفاظ على توازنها في ظل وضع اجتماعي سياسي حارق تعيشه البلاد تجاهل تماما ما جاء من أجله، وقاد الوفد الجزائري للمشاركة في مباحثات حول الصحراء التي لا تحظى باهتمام الشعب الجزائري، وهي الخطوة التي كشفت المكان التي تحظى بها قضية الصحراء في أجندة النظام الجزائري. حافظ المغرب على نفس التشكيلة التي حضرت مائدة جنيف الأولى من أجل تمثيله في مائدة مستديرة ثانية ينظمها المبعوث الأممي إلى الصحراء هوريست كولر حول النزاع الإقليمي، ويقود الوفد المتوجه إلى جنيف يومي 21 و 22 مارس الجاري ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وعمر هلال الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك. ويتواجد في الجانب المغربي الرسمي كل من سيد حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون الصقيل الحمراء، وينجى الخطاط رئيس جهة الداخل وادي الذهب، وفاطمة العدلي الفاعلة الجمعوية وعضو المجلس البلدي لسمارة. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في بلاغ لها أن مشاركة الوفد المغربي في المائدة المستديرة الثانية ستكون إلى جانب وفود كل من دولتي الجزائر وموريتانيا وجبهة البوليزاريو. المصدر ذاته أشار إلى أن الجولة الجديدة من المحادثات تنعقد وفقا لأحكام القرار 2440 الصادر عن مجلس الأمن الدولي تم تبنيه في 31 أكتوبر 2018، وينص على أن الهدف الأساسي من العملية السياسية هو تحقيق حل واقعي عملي ومستدام يفضي إلى تسوية النزاع. وأضافت الشؤون الخارجية المغربية أن هذا القرار يشجع جميع المشاركين في المائدة المستديرة المغرب والجزائر والبوليزاريو وموريتانيا على العمل بشكل بناء مع المبعوث الأممي الشخصي بروح من التوافق في جميع مسار مسلسل العملية السياسية لتحقيق نتائج إيجابية. دخل القيادي السابق في جبهة البوليزاريو مصطفى سلمى ولد سيدي مولود على الخط، حيث قال: صلمو ليس مجرما، حملة شعنعاء يتعرض لها الشاب صلمو المصطفى البلال أحداثا الذي عاد إلى وطنه منذ يومين. وأضاف عبر تدوينة فيسبوكية بيان رسمي من البوليزاريو ينعته بالخيانة، وحملة في وسائط التواصل الاجتماعي تنعته بباشع النعوت متسائلا: أليس من حق كل إنسان مغادرة أي بلد والعودة إليه بما في ذلك بلده الأصلي حسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟ أليس العودة الطوعية إلى أرض الوطن هي أفضل الحلول لمشكلات اللاجئ؟
هل يستطيع أي من أنصار الجبهة أن يثبت بعد هذه الحملة والحملات التي تشن على كل عائد من المخيمات إلى أرض وطنه أن حرية التنقل مكفولة لسكان المخيمات وأنهم غير محتجزين؟ جدير بالذكر أن مصدرا عسكريا سبق أن نقل عن المعني بالأمر البالغ من العمر 29 سنة أنه قال أن هناك متمردين آخرين يرغبون في العودة إلى المغرب، وكان سلام هرب عبر الناحية الخامسة بواسطة سيارة جيب عسكرية وسلم نفسه للجيش المغربي على خط التماس. أمين محمد إلى مراكش يوم الجمعة لحضور المؤتمر الوزاري للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا. وأفاد فرحان في حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمره الصحفي اليومي بنيويورك أن المسؤول الأممي ستشارك في الدورة 20 للآلية التنسيق الإقليمي لإفريقيا، وفي الشق الوزاري للمؤتمر السنوي للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لوزراء المالية والتخطيط والتنمية في إفريقيا. ويشكل مؤتمر مراكش الذي يناقش موضوع السياسة المالية والتجارة والقطاع الخاص في العصر الرقمي استراتيجية من أجل إفريقيا، مناسبة للوزراء الأفارقة لتدارس السياسة المالية الضرورية لتنفيذ مشروع منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية في إطار خطة الأمم المتحدة 2030 وخطة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063، وأكد الدور المحوري للقطاع الخاص في عصر الاقتصاد الرقمي. في ظل استمرار احتجاجات أساتذة التعاقد، أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن الحكومة مضت وبإرادة إلى أبعد ما يمكن من خلال إصلاح النظام الأساسي لأساتذة أطر أكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. وأوضح العثماني في افتتاح اجتماع مجلس الحكومة صباح اليوم بالرباط إن أنه لا رجعة عن خيار التوظيف الجهوي تماشيا مع خيار الجهوية المتقدمة وميثاق لا تمركز الإداري بعدما بدأ العمل على تنزيل مقتضياته. وطمأن رئيس الحكومة أباء وأمهات وأولياء التلاميذ على عمل الحكومة من خلال وزارة التربية الوطنية لاتخاذ جميع الإجراءات ليكمل التلاميذ سنتهم الدراسية بطريقة جيدة ولضمان استمرار المرفق العام في أحسن الظروف. وشدد العثماني على أن الأخيرة تتحمل مسؤوليتها ولن تتساهل فيها، مبرزا أن جميع أطر التربية والتكوين يسهرون على العمل المستمر ويؤدون واجبهم آخذين بعين الاعتبار الأهمية الحيوية لهذا القطاع الاستراتيجي. أوضح المغرب أن إجراءات تشديد المراقبة على مواطني دول مالي وغينيا كوناكري الكونغو برازافيل له علاقة بموضوع الاتجار في البشر. وقال محسن جزولي الوزير المنتخب المكلف لدى التعاون الإفريقي في تصريحات صحفية إن الاتجار بالبشر يفسر القيود المفروضة على بعض الدول الإفريقية من أجل الدخول إلى المغرب. وأضاف جزولي أنه بعد تحليل المعطيات المتعلقة بتدفقات الهجرة أدرك المغرب أن هناك تهريبا للبشر يجب كبح جماحه عن طريق توحيد طلبات الدخول إلى المملكة. ولم يفلت المتحدث ذاته أن يؤكد أن خريطة التهريب تتوافق بشكل أساسي مع هذه البلدان الثلاثة، وكان المغرب قرر ابتداء من أول نوفمبر 2018 فرض إذن سفر إلكتروني على مواطني هذه الدول. بعث الملك محمد السادس برقية التعزية ومواساة إلى محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك إثر وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية المرحوم محمد محمود ولد أحمد الوالي. ومما جاء في برقية الملك: أعربوا لفخامتكم ومن خلالكم للأسرة الفقيد وللشعب الموريتاني الشقيق عن أحر التعازي وأصدق المواساة، داعيا العالي القدير أن يلهمكم ذوي جميل الصبر وحسن العزاء
وأن يمطر على الراحل شآبيب الرحمة والغفران ويسكنه فسيح الجنان، وإن لله وإن إليه راجعون. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الخبر. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ودعمنا بزر الإعجاب. نلتقي في الخبر اللاحق. دمتم في رعاية الله وحفظه.